السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم بفيديو جديد النهارده، يا رب ينال اعجابكم. بالله عليكم لو مشتركش في القناة اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. انا مش ملحقة على المصايب اللي نازلة تلف على دماغي، مصايب 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 كل يوم، ما عدتش ملحقة خلاص. انا والله العظيم انا احبطت، ما عدتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ولا اعمل ايه. زي ما انتم شايفين معايا كده، ده اخر الفراخ اللي كانت عندي، الفراخ اللي هي الشامورد دي، كان عندي امل ان دول يعيشوا، دي نهايتهم اهو زي ما انتوا شايفين كده. معدش حاجه صحية هنا اهي، شكاره مليانه اهي زي ما انتوا شايفين كده. الجوز البيوت فضوا، يا رب بقى العين تروح عني، الجوز البيوت اتمسحوا، معدش فيهم اي طيور، قدر الله ما شاء فعل. يا رب اللي مركزه معايا خلاص بقى تقعد وترتاح، ولا تقول ده بيتها مليان طيور ولا مش مليان طيور. خلاص الحمد لله على كده نضفت زي ما انتوا شايفين كده، معدش اي حاجه خلاص. انا خرجت عن شعوره، معدش عارفه اقول ايه، لان انا قلت ان انا ابقى صادقه مع الناس، وطالما فتحت القناه ديت وروتيني عن الطيور اعرف الناس اللي عندي واوري الناس اللي عندي، بس ما كنتش اعرف ان في ناس بتبص للناس بصه وحشه، وفي ناس قلبها وحش وما بتقولش بتسمع او بتصلي على الحاجه، وما بتقولش ان انا تعبانه في الشيء ده. يتعالوا يتفرجوا ويشوفوا، شوفوا اللي حصل في طيوري كلها ماتت الحمد لله. وارجع اقول كل فدا ولاده وجوزي واحمد ربنا زي ما انتوا شايفين معايا اهو. ما عدتش قادره ان انا اطول معاكم في الفيديوهات، ولا عدت عارف ان انا اصور ايه، لان ما عادش عندي حاجه اصورها زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجه انتهت اهي، ما عادش عندي اي طيور خالص زي ما انتوا شايفين كده، خالص ما عادش في اي طيور اهي. لو واحد تقول ده الدوار بتاعها ملان ولا مش ملان، خلاص الدوار كلها فضت، جوز البيض فضوا، ما عادش فيهم اي طيور زي ما انتوا شايفين اهو، قدر الله ما شاء فعل. انا قلت اسيبه من المغرب عشان اللي لسه صاحي يموت، اه متوكلوا على الله كله. انا بصور معاكم المغرب والله، وانتم شايفين الدنيا ضلمه اهي زي ما انتم شايفين كده، ومش عارفه ان انا اطول معاكم لان مش لاقي كلام اقوله، وانتم شايفين اهو. بالله عليكم اللي بيحبني ويتمنى لي الخير يدعي لي ان ربنا يعوض عليا، واللي باصص لي ومستكتر عليا الخير وبص لي بصه وحشه ربنا يكفينا شر. انما متابعينا حبايبي اللي بيحبوني وبيتمنوا لي الخير يدعوا لي ان ربنا يعوض عليا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.